مساكم جميل، يعطيكم الصحة والعافية، يوم سعيد إن شاء الله علينا وعليكم، جمعة مباركة وطيبة إن شاء الله. بما أن الأيام موسم سفر، ناس قاعد تسافر شيء، واحد من الإخوان سألني قال لي شلون تحافظ على أكلك وأنت مسافر؟ شلون تحافظ على أمورك وتمرينك وإلى آخره؟ أنا أقول إن شاء الله، أنت مسافر في نوعين من السفر، نوع والله دراسة أو بزنس أو شغل يعني، ونوع سياحة. اذا شغل وبزنس ودراسه تقدر ترتب امورك كأنك عايش انت بالكويت، انه يكون عندك تمرين، لكن انت مسافر سياحه مع اهلك ويا هون ولويا وكذي، هني تبدا يعني على قولتهم اضعف الايمان. شنو اضعف الايمان؟ اولا وجباتك لا تاخرها، يعني خل كل 3 ساعات لازم في وجبه، لا تهمل جسمك فتره طويله، راح تحس انه تبلان، راح تحس انه كأنك انت ولا عمرك تمرنت بالناس. بالسفر عادة أنا شنو أسوي؟ كل 3 ساعات لازم يكون فيها أكل، لازم عندي ساعة باليوم أتمرن فيها، مو شرط تسوي كارديو، إذا أنت مسافر سياحة لا تسوي كارديو، لأن أنت طول الوقت راح تكون ماشي شي ومع اليهان ولويا ورايح سوق وإلى آخره وملاهي، لا حديد بس، تمرن حديد، حتى لو الصبح بعد الريوق تقوم الصبح تريق بالفندق، تنزل الجيم مال الفندق، تمرن تخلص يومك مع، يعني مو شرط انه يكون بعد ثالث وجبه وكذي، لان احنا نبي انه ما نضيع وقتنا عشان تستانس بالسفره والاهل يستانسون. فانت تقوم الصبح تتريق، ريوق على الفران تلقى فيه البيض موجود، في شوفان تلقى، في كورن فليكس وحليب خالي دسم والى اخره، في وايد امور دايت تقدر تاكلها، فول مثلا، يعني تقدر تدلع نفسك بس انه ما يكون في دهن. فهمت؟ بعدين من تطلع خلاص انت رتب نفسك انه يعني كل 3 ساعات اكل وجبه، تروح هناك تشتري مثلا بروتين شيك الجاهز ريدي تو درينك تخلي معاك. طبعا هناك اذا انت بسافر اوروبا ولا امريكا موجود بكل مكان، فعادي كل 3 ساعات ممكن تشرب لك بروتين شيك. الجريلد سالمون ترز راح تلقى باوروبا لهني، فرايح انت مثلا ملاهي يا حبيبي يطلبون برجر ولا شيء بيتزا، راح تلقى جريلد سالمون تطلبه مع ماش بوتيتو، حتى لو ماش بوتيتو مالهم يحطون فيه زبده آخر، لكن تاكل شويه. المهم لازم كل 3 ساعات يدش في جسمك اكل علشان العضله تكون صاحيه وتتغذى طول اليوم. فهذا هو. بالفندق ميكروويف مثلا عندك، رايح مثلا اجر شقه فندقيه تقدر تسوي البيض مثلا الصبح، عندك ميكروويف اسهل شيء بطاطا بالميكروويف وتونه بالماء تخلطهم مع بعض. فالموضوع ترى جدا بسيط، اوكي سبتك ما راح تلتزم بالقدر معين من نفس انت مثلا بالديره، لكن على الاقل يعني مثل ما قلت لكم اضعف الايمان. وكل شيء طبعا الموضوع ترى جدا سهل، كل ما تبسطه يصير بسيط، كل ما تعقده راح يصير معقد. اوه شلون اكل؟ لا مو شلون تاكل، كل شيء موجود، بس انت لازم تعرف شو تاكل. المطعم تروحه لازم تعرف الاختيارات اللي عندك. انت رايح مطعم مثلا برجر، الله الاهل يبون برجر، شو تسوي؟ اضعف الاختيارات كلك اللحم البرجر بروحه بدون تبي تاكل معاه صمون بدون مايونيز مثلا تقول له بس كاتشب. فهمت علي؟ رايح مطعم لبناني والله وخر على الكباب اكل شي شاوخ ولا اكل تكه. رايح مطعم امريكي ستيك مثلا ولا، كل الامور متوفره بس يبيها واحد يعرف شلون ينتقي الاكل ماله، وجدا سهل وصعب.